برافو برافو برافو. الماتش اللي ما كانش سهل حتى البينالتيات هكا تلعب بوالو خصك شويه تزهر في البينالتيات بحال الدراري يضربوهم مزيان بقاو مكونسونتري برافو عليهم اللي كيديروا هذا العام ما يمكنش تلعب في لي تخوا تابلو توصل حتى الاخر حتى الفينال ديال كاس العرش شهر 7 برافو عليهم بزاف دري فان كونترا بزاف لي بليسي ودري ما كيطلقوش واحد ليتا ديسبري لي راني اكثر فرحان ماشي هما الارقام هما سورتو ليتا ديسبري ديال الدراري ملي مشى لك بنزا مشى لك داري ما عندكش لافي ما عندكش انتدابات عندك دري بليسي اللي كيحتو الدري خصنا نقول لهم برافو مي بحال اللي قلت ما درنا والو ولا ما ديناش دابا بالعكس سي اكسترودينير اللي درنا بغيت نقول برافو للجمهور اللي جاي سنا هما اللي حطاونا ديك لينيرجي نيسيسير باش نكملوا هذا العام ايوا اش غنقول لك العام كبير دينا كل شيء مازال كاس العرش ولا دينا غندخلوا في ليستوار نتمناو ان شاء الله لو ديرنيير انرجي نكونوا عندنا باش ندوا هذا لا فينال ان شاء الله ماتش ماتش يا دقه دقه غنفكروا دابور على الماتش اللي جاي وسورتو غنفكروا على العيا باسكو الدراري عياو واش غتلعب الفينال واش ما غاديش تلعب غنشوفوا حنا دابا غنرتاحوا باسكو الدراري عياو مي اللي كيديروا ما يمكنش برافو عليهم فريمون راني شي تري تري فيير منهم تري تري فيير من ليتا ديسبري اللي داروا هو ليتا ديسبري ديال الوداد اللي كنت باغي نحتي لهم والحمد لله كيجاوبوني في التيران وكيجاوبوا الجمهور ديالنا وبان لي تو الموند اي كونتون اوجوردي دونك فوالا سي لا فيت بور نو لا هدرت وقلتها في كونفيرونس سالا سالا العقد ديالي كان سالا لو 30 جوان مشيت مع الرئيس باش نكملوا كاس العرش فوالا جات كار دو فينال دومي فينال جات 10 ايام من بعد احنا مازال مع الفرقه بالحق ولا تاجلت الفينال الماتش الاخر ديالي لا ولا الفينال تلعبت هاد السيمانه قبل لو 30 راني معاهم ولا تلعبت مورا لا سيزون تسالات عليا غنشوفوا ولا تلعبت مع مدرب اخر ان شاء الله يديوها هادشي اللي كنتمنى كتبقى الفرقه ديالي كيبقى الجمهور ديالي كيبقوا اللعابه ديالي عمري ما غادي ننسى الخير ديالهم الحب اللي حتاو لي انا حطيت لو ماكسيموم وخصهم يفهموا ملي لا سيزون لي تري ديفيسيل بالنسبه لي باش تحتاج هاد ليتا ديسبري باش تخدم كل نهار باش توصل لهذا المستوى ديال لا بريسيون ماشي سهل الله يكون في العون حتى اللعابه دونك فوالا مي عندي عام ما نقدرش ندير كلام هادشي شفتي دونك خصهم يفهموها وان شاء الله اللي غيجي ان شاء الله يكمل الخدمه ويبقى في هذا المستوى باسكو الوداد بحال اللي كنقول كبيره على اي واحد.